استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعصف السلامين الوطنيين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس أنجي دودا في بلده الثاني مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة بين البلدين والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات. وأعرب الرئيس أنجي دودا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر. وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث أعرب السيد الرئيس عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع بولندا في إطار تجمع دول فيشغراد، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام، نظراً لأنه يتضمن دولاً صديقة ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر. من جانبه أعرب الرئيس البولندي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً الحرص على الاستمرار في دفع تلك العلاقات في ظل ما تمثله مصر من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصة ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين في ضوء الصلابة التي أظهرها الاقتصاد المصري تجاه التحديات والأزمات العالمية المختلفة، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية في مصر من فرص استثمارية ضخمة لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تم التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وسبل الاستفادة من الخبرات البولندية في هذا الصدد في ظل استضافتها لثلاث دورات سابقة للقمة. وتم التوافق كذلك بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالشق الموضوعي للقمة، وذلك لدعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي. كما تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح الرئيس البولندي وجهة نظر بلاده إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها. كما استعرض السيد الرئيس وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.